مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتضلوا بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. بدي اعمل صينيه كباب بالفرن. انا بعد ما جهزتها قلت لا، لازم اشتغلها معكم مع بعض. بس انا قبل هلا منزلتها بقناتي خطوه بخطوه، يعني مو مثل هلا تقريبا خالصه، لا منزلتها خطوه بخطوه بقناتي، وهلا بدنا نشوف كيف اشتغلتها. هلا انا عندي كيلو لحمه ناعمه، حطيت لها، غسلت ضمه بقدونس، نقعتها وغسلتها، وحطيت ثلاث بصلات كبار وفرمتهم بالماكينه، حطيت معلقه فلفل أسود صغيرة، معلقة بهارات مشكلة صغيرة، ومعلقة ملح. خلطتهم مع اللحمة، بعدين أنا شكلتهم هيك بهالطريقة. بعدين أنا فرمت، عفوا، قطعت بطاطا وفليفلة خضرة وبندورة بالشكل، جهزتهم أنا هيك بهالشكل، وهيك شكلتها. وحطيت لها هلا أنا نص كاسة مي صغيرة، وأنا هلأ شغلت الفرن على حرارة 250، وأنا هلأ بدي حطها بالفرن مثل ما حكيت لكم. حطيت نص كاسة مي، وهلأ أنا عندي الكبة، جابالي كمان ساوي كبة بلبنية، بلشت ساوي الكبة بلبنية، بلشت ساويها. هلأ ساويت كم حبة، أنا كبكبتهم هون، وهلأ عندي أنا اللبن هون صار جاهز، كمان عندي كيلو لبن صفيته بالمصفاي بالطنجرة. شوفوا ما شاء الله منظره، كيلو لبن صفيته بالمصفاي بالطنجرة، حطيت له معلقة ونص نشا كبيرة، وكسرت بيضة، فقست بيضة بقلب اللبن، ونص معلقة ملح، وصفيتهم هيك مثل ما شايفين، صفيتهم هيك بهالطريقة. وهلأ أنا بدي أغليهم بس لخلص الكبكبة. أنا عندي هون البرغل، حطيت كاسة ونص برغل بس، وحطيت لهم شي وقيت لحمة للبرغل، حطيت معلقة ملح صغيرة، ومعلقة نص معلقة بهارات مشكلة، ونص معلقة فلفل أسود. وهي اللحمة أنا هون قليتها تقريبا نص كيلو لحمة، حطيت لهم كمان بصلتين وبهارات مشكلة وفلفل أسود وملح، والملح حسب الرغبة. هلأ أنا بدي كمل الكبكبة، وبس أغلي اللبن برجع لكم. هلأ أنا عم بغلي اللبن، لازم ضلني حركه لحتى يغلي. مثل ما حكيت لكم، حطيت كيلو لبن، دوبت النشا، فيكن تحطوا معلقة، فيكن تحطوا معلقتين حسب الرغبة، النشا دوبتن بتقريبا فنجان مي، وحطيت لهم ملح، وكسرت بيضة بقلبهم، وصفيتهم كلهم بالمنخل. بعدين عم بغليهم. طريقة التحريك لازم يكون نفس الاتجاه، يعني هلأ أنا عم حرك هيك على اليمين، لازم ضلني عم حرك هيك على اليمين ليغلي، يعني ارجع اعمل هيك ما بيزبط، لازم باتجاه واحد ضلني حرك لحتى يغلي اللبن. وال كبايات هدول هن انا ساويتهم صغار باللبن، بحب ما كبرهم، ساويهم صغار. هلا بس يغلي اللبن لحصقت الكبه، وخليها تغلي غلوه او غلوتين، بعدين بشيلهم بسكبهم، وخليكم معي برجع لكم. هلا غلى اللبن ما شاء الله،
وانا حطيت سقطت الكبه بقلبه، ما شاء الله بشهي، شايفين المنظر؟ شوفوا ما شاء الله بياخد العقل. عندي ترخوم، ترخوم يابس، مين بيحب الترخوم؟ انا كتير بحب الترخوم مع اللبن، وبالذات مع الفول المقلى. يا عين يا عين، هذا الترخوم يابس جاهز يعني، بيعطي طعمه لللبن غير شكل، ما شاء الله. هلأ لازم، انا جهزت الزبادي، لازم اسكبه. انا غليته غلوتين من بعد ما سقطت الكبة اللبن، هلأ لازم اسكبه بالزبادي. مع الترخوم غير شكل، عن جد غير شكل مع الترخوم. وهي الكبايات، انا ما حدا عم بيصور لي اليوم، عم صور واشتغل بايد واحدة، يعني منيح المستحكمة. بالعادة حمودة حبيبي ابني بيصور لي، اليوم ما عم بيصور لي، ما له فاضي. انا حتى الكبة منزلتها لبعد الشنجرة عن الغاز، لانه خلص حاجة ما بدي يشوط اللبن. انا الكبة منزلتها خطوة بخطوة كمان على قناتي، انزلوا لتحت بتلاقوها مصورة الكبة بلبنية، ومصورة كل شي مصورته تحت بقناتي. شوفوا المنظر ما شاء الله. كتبولي بالتعليق مين بحب الترخوم. انا بالنسبة لي كتير كتير بحب الترخوم، عن جد كتير طعمه طيب، مع الجبنة مع الفول المقلى. يا عين، شايفين هالمنظر ما شاء الله. وزاد لسه عندي كبة، زاد برغل. انا حطيت الكمية الكبايات قد ما بيحتاج اللبن، ولسه زاد عندي هدول اللي حكبكبهم وقليهم كمان. بس خلص الكبكبة برجع لكم. هلا استوت الصينية ما شاء الله، عن جد منظر بياخد العقل. لمد البشكير دقيقة، ما شاء الله عن جد منظر بياخد العقل. شايفين هالمنظر ما شاء الله، وريحتها ما بدي احكي لكم على ريحتها. شوفوا هالمنظر ما شاء الله، هي صينية كباب على طريقتي. شفتوا ما شاء الله ما احلاها. هي استويت، وهلأ أنا ساويت العجينة، زادت ساويتها كم كباية. شايفين هالمنظر؟ هلأ عفوا بدنا نقليهم، وبس خلص القلي برجع لكم. هي جهزت الصحن مشان الكبايات، وهلأ خلصت قلي الكبة. هن مو كتار، طلعوا شوي، لأنه أنا مو ناوية كنت ساوي كبة مقلية، ناوية ساوي كبة بلبنية. وهذا غدانا لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وهي صحن السيرفيس، أهم شي صحن السيرفيس. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوا طريقتي. أنا بتأسف كتير 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 إني بلشت بالصينية الكباب قبل ما صور، كنت مالي ناوي صور، بعدين ترددت قلت لا لازم صور. وهيك بكون خلص الفيديو لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي برد بعيد، وحبيتوا المنظر، عن جد المنظر والطعم شيء بشهي. وانا بتشكر كل من مشترك بصفحتي،
ويلي بده يشترك كمان بتشكره كتير، وأنا فيكم بكبر. بليز دعموا لي صفحتي، خلوني يصير، أنا بلاكن ما بسوى شيء. لازم 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 تدعموا لي صفحتي وتحطوا لي لايك وكتبوا لي بالتعليق بتحبوا الطرخوم مثلي. أنا كثير بحب الطرخوم، كتبوا لي بالتعليق وأنتوا بتحطوه مع الكبة بلبنية. وهذا غدانا لليوم، كنت عم فكر ساوي شوربة عدس لأنه في شوية برد اليوم، بعدين لغيتها وخلصت جلي. شوفوا الجلي، شوفوا الجلي، خلصت جليات الغداء. ومع انه عندي جلاية يعني، بس بحب اجلي على ايدي بلاقي اسرع، مالي طول بال. احلى تحية مني لكم، انا ام ماهر، انا بحبكم كتير كتير كتير. لا تنسوني من اللايك والشير ودعموا لي صفحتي. باي.